الجراحات التجميلية لها وظيفة مهمة جدا، غير انها بتجمل المرأة فليها وظيفة تجميلية. ممكن يكون في تشوهات خلقية موجودة اصلا عند الانسان، بيبقى الجراحة ساعتها مهمة جدا لان الوظيفة مطلوبة زائد الشكل. ضيفنا النهارده استاذ دكتور منير ويليام، استاذ جراحة التجميل بهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. دكتور منير، احنا يمكن قرينا ان في حالة معينة حضرتك قمت بإجراءها، هذه الحالة كانت تشوه من الصغر، حرق كان قوي جدا، يمكن كان هيأثر نفسيا بالسلب على المريضة الأبرية فيها العملية. فياريت حضرتك تحكي للسادة المشاهدين عن الحالة كان ازاي، ويعني عشان نتكلم بعد كده عن أسلوب علاجها. والحقيقة الحالة بالذات اللي سيادة بتكلم عنها دي كانت مريضة كان عمرها حوالي 22 سنة، وكانت بتشتكي من إن في مية سخنة وقعت على جسمها لما كان عمرها سنتين، يعني من حوالي 20 سنة، ووقعت ناحية الثدي الأيمن. البنت لما كبرت ابتدى يحصل تشوه كامل في الثدي الأيمن ولم ينمو، يعني واضح إن الحرق ده نال جزء من النسيج الكامل بتاع الثدي. انا لما شفتها كان في تشوه كبير جدا في ناحيه الثدي الايمن مع عدم وجود ثدي مطلقا، فهي كان غرضها ان هي تصلح هذا التشوه اللي هو ناتج عن حرق. الحقيقه لما شفتها استفدت من حاجه دي كانت موجوده في جسمها، كانت كويسه قوي، ودي كانت وليده اللحظه في وقت العمليه، اني لاحظت ان البطن فيها ترهل كبير جدا وفي سقوط كامل في عضلات البطن رغم ان سنها صغير، يعني لسه مثلا ما دخلتش في مرحله ان هي حامل كتير او ولاده كتير، ولا بالظبط هذا الكلام، فمش هو ده السبب. طبعا كان واضح ان الثدي هو كان بيعطل حاجات كتير في حياتها، وكان مؤثر نفسيا زي ما انت قلت في بدايه مقدمه سيادتك، كان مؤثر نفسيا تماما على هذه الانسه. فالحقيقه عملت عمليه من العمليات اللي هي تعتبر اول مره تعمل في مصر، ان انا صلحت كذا حاجه في وقت واحد، ان انا صلحت الترهل الموجود في البطن من جراحه من الثدي، وتم سحب عضلات البطن والجلد والدهون الزياده، وعملت ثدي جديد مكان الثدي القديم الموجود. عند نهايه العمليه هذه الانسه لقيت ثدي جديد اتكون، والتشوه اللي كان موجود الناتج من الحرق القديم انتهى تماما، وفي نفس الوقت بقى في شد لهذا الترهل في عضلات البطن. فكانها عملت كذا عمليه في وقت واحد. العلاج التقليدي عباره عن ايه؟ انك بتصلح الاول تشوه الحروق بطريقه او باخرى، بنقل عضله او لف عضله، وبعد مثلا حوالي شهرين ثلاثه بتبتدي تزرعي جزء من السيليكون علشان يبقى ثدي جديد. دكتور منير ويليام، انا برضو يعني من خلال القراءه عن الموضوع عرفت ان حضرتك عملت الشد من تحت لفوق. بالظبط. وقلت لي ده برضو ده مش الجديد. من الحاجات اللي هي ده غير تقليدي طبعا التقليدي. ده غير تقليدي طبعا، ده طريقه جراحه غير تقليديه تماما. وهي طبعا استفادت ايه؟ ان هي طالعه يعني ترهلات البطن راحت بدون اي جراحه من الاسفل، وفي نفس الوقت التشوه الغير موجود اللي كان موجود في منطقه الثدي الايمن انتهى، وفي ثدي اتكون جديد. طبعا هذا الثدي ده كوزمتيك، ده جمالي مش وظيفي. طبعا وظيفه الثدي معروفه، لكن الخلايا اللبنيه وكل الحاجات دي مش موجوده. يعني هي لكن ده وظيفي، ده وظيفي بالظبط. ده من الناحيه اللي يعني بعد كده ان شاء الله لما تبقى تتجوز وتبقى هتشتغل بالثدي الثاني طبيعي خالص خالص، وتقدر ترضع وكل حاجه. ترضع هترضع بالثدي الطبيعي هو مش بالظبط معمول. دكتور منير ويليام، انا بيتهيألي من واقع الحديث مع حضرتك في هذا الموضوع بالذات، عايز اسال عن اهميه انقاذ الموقف بالنسبه للجراحات التجميليه والتكميليه مع بعض في قرب حدوث المشكله. يعني الواحد مثلا بيبقى فيه حروق، بيبقى فيه مثلا دمور، بيبقى فيه وفي وفي، علاجهم بسرعه واهميته. الحقيقه سيادتك حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا. نبدا بالتشوهات الناتجه عن الحروق، ونقول ان مثلا اذا ما كانش يتم اسعاف الحروق، انواع كثيره جدا، في حروق ناتجه عن لهب، في حروق ناتجه عن مواد كيميائيه اللي هو الحرق الكيميائي، في حروق ناتجه عن اسلاك الكهرباء، في حروق ناتجه عن الميه اللي بتغلي، في حروق ناتجه عن الاشعاع والنووي والذري والحاجات دي كلها، ففي حروق كثيره جدا. هي المساله مثلا زي حرق، زي الحرق الكيميائي.
حرق الكيميائي ما كانش يتلحق المريض نفسه مثلا ويتحط تحت حنفيه عشان تشيل الماده الكيميائيه، ممكن حاجه بتعمليها في خلال دقيقتين من الحرق تنقذ المريض من 5 عمليات. وده يبقى اذا انت الاسعاف الاولي اللي بيتعمل الاول واللي بيقدر نعمله للمريض المصاب في هذا الاشياء بيقدر ينقذ جراح التجميل وينزل ينقذ المنقذ الجمالي المنظر الجمالي للمريض من حاجات كثيره جدا ممكن تحصل. دي حاجه. حاجه ثانيه، حاجه زي الشفره الانامية او انقسام سقف الحلق، ادي ده تشوه خلقي. لما يجي طفل مولود عنده بانقسام سقف الحلق او شفره ارنبيه، نبدا بالشفره الارنبيه. الشفره الارنبيه عباره عن انقسام الجمجمه بتاعه الطفل، بتتكون من 5 نتوءات، النتوء الجبهي الانفي اللي هو جزء معين، والنتوء الفك الايمن والفك الايسر، والضب الايمن والضب الايسر. اذا حصل سوء التحام بين النتوء الفك الايمن زائد النتوء الجبهي الانفي بتحصل شفره انابيه يمنى. اذا حصل سوء التحام في الناحيه اليسرى يبقى شفره انابيه يسرى، لو حصل في الاثنين يبقى شفره انابيه كامله. هذه الشفره بتاثر في الطفل ازاي؟ تاثر عليه في البدايه في الرضاعه، ثم في التنفس، ثم في الكلام بعد كده، ثم بعد كده اللي اكبر ان ممكن الشفره الارنبيه يكون مصاحبه بتشوه خلقي تاني. لما سيادتك تصلحي تقدري تنقذي الطفل ده. مجرى مش مظبوط يعني، في حاجات ممكن يكون مصاحب بامراض القلب، ممكن مصاحب بتشوهات في اليدين، مصاحب بتشوه وهكذا، لان ده ممكن بيكون سيستم كذا سيستم مضروبين في وقت واحد. لما سيادتك بتصلحي هذا الطفل في الاول تقدري تساعديه في الرضاعه، يطلع طفل سليم، تطلع مناعته قويه، تقدري تساعديه في الكلام ما يبتديش يخناف ويبقى شخص عادي. تصلحي الشفره الانابيه في طفل بعد سن 2-3 سنين ومعاها سقف حلق، للاسف ده بيبقى اتاخر، الطفل بيعاني من مشاكل في النطق وفي الرضاعه وفي الكلام وفي التنفس، ما بتتصلحش. فالحقيقه لما تقدري تتدخلي تدخل جراحي مبكر في طفل زي هذا الطفل، بتقدري تساعديه انه يتكلم كويس، انه يرضع كويس، انه يبقى طفل كويس. منظر الجرح نفسه لما يكون في طفل لسه حديث الولاده على 2-3 سنين استحاله تعرف انه عمل عمليه، غير لما تيجي تعملي جراحه لواحد عنده 4-5 سنين بتفضل معاه شويه ويبقى اثر الجرح موجود، يبقى الكولاجين في الجسم اعلى وهكذا. دكتور منير ويليام، من بعض الحالات اللي بتبقى شويه موجوده في التشوهات الخلقيه لما تبقى اصابع اليد يعني غير منفصله او مثلا يعني متماسكه بعضها ملتصقه، دي برضو من العمليات اللي ممكن تتم في يعني دي طبعا بتكتشف اول ما الطفل بيولد، او اذا كان مثلا اي عيوب في اصابع القدم، ده برضو بتتعمل على طول؟ يستحسن انها تتعمل على طول؟ شوف يا سيادتك، التشوهات الخلقيه في اليدين كثيره جدا. تبدا بالتصاق اليدين، ممكن تلاقي الايد كلها بالكامل ملتصقه، ممكن تلاقي 4 صوابع ملتصقين والخامس لا، ممكن تلاقي 2 و2 وهكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تلاقي ان في اصبع زائد، ليس التصاق ولكن تلاقي اصبع زائد، والاصبع زائد ده ممكن يكون حاجه من حاجتين، يا اما اصبع كامل النمو عظمي، يا اما اصبع زائد رخو. الحقيقه يعني من غير عظم، ومن غير عظم بيبقى موجود، وفي ناس بتسيبه بالتقاليد وتقول ما نشيلوش ونشيله وحاجات زي كده. الحقيقه دور جراحات التجميل بالنسبه لاصلاح الاصابع كالاتي: اذا كان في التصاق في الاصابع فيجب ان يتم فصلهم باسرع ما ممكن. ليه؟ لان كل اصبع بيتكون من 3 سلميات ما عدا الاصبع الصغير. 3 سلميات دول ليهم مركز نمو في اول اصبع وفي اخر اصبع. السلميات اللي احنا بنسميهم العقل يعني؟ العقل. هذه السلميات اذا عشان تنمو درجة نمو كل اصبع تفرق عن الثانية، فلو لسعت اصبعين مع بعض هتلاقي الصباع اللي بينمو بطريقة أسرع يبتدي يلتوي لأنه ملزوق. فإذا ما كنتيش تعملي فصل مبكر هيحصل التواء في الأصابع، حتى لو فصلت الأصابع بعد كده لازال الأصابع ملتوية، محتاجة لعمليات تجميلية ثانية تصلحي العقل دي، ويعلم هتنجح قد إيه ودرجة نجاحها وتكلفتها والحاجات دي كلها. إذا التصاق الأصابع لابد من فصله المبكر جدا. الحاجة الثانية اللي هو الأصبع الزائد، إذا كان الأصبع الزائد ده جزء رخو ده بنسيبه في أي وقت ينفصل ما تفرقش، إنما إذا كان الأصبع الزائد ده أصبع كامل النمو عادة بيكون في هذه الناحية، فده يستحسن فصله تاما بمجرد ولادة الطفل. ليه؟ لأنه بيأثر بعد كده على المفصل الداخلي للرزق. فيبقى إذا إحنا محتاجين كل حالة نشوفها، هل هي التصاق؟ هل هي أصبع زائد؟ هل يتم الفصل بمجرد ولادة الطفل ولا يتم التأخر في الفصل؟ بتفرق من حالة لحالة. انما معظم حالات الالتصاق في الاصابع لابد من الفصل المبكر جدا، والا هيؤثر على نمو كل سلميه من سلميات الاصابع. دكتور منير ويليام، احنا برضه بنتكلم عن التشوهات الخلقيه، احنا طبعا هي ما نقدرش نعتبر ان اللي احنا هنتكلم عنه ده من التشوهات، بس احنا قلنا ان البنات يعني بتبقى عندها ودانها
بترتاح شويه. دي ممكن مثلا معاها بتأثر عليها نفسيا بعد كده في المدرسه، يعني دي من العمليات اللي مش مفروض انها تجرى وهي صغيره، كويس؟ يعني عشان خاطر اصلح ودان مش مفروض انها تجرى وهي صغيره، ولا انا ما مش بتكلم صح؟ هو زيادة التشوهات الخلقية بتحصل في الأذن، طالما احنا بنتكلم في التشوهات الصغيرية كذا تشوه خلقي. الحاجة الأولانية إن الأذن نفسها تبقى صغيرة. الحاجة الثانية إن الأذن تبقى كبيرة. كبير. الحاجة الثالثة إنها تميل إلى الخارج وتشبه الأذن الخفاشية، ودي ممكن تبقى في ناحية أو ناحيتين. الحقيقة إصلاح التشوه الأذن الخفاشية لابد أن يكون في سن دخول المدارس. دايماً من 6 سنين إلى 10 سنين. لما تكون عظيمات وبضاريف الأذن اكتمل لمواحد. ليه في سن 6 سنين و7 سنين؟ الطفل وهو داخل المدرسه بيبتدي يعاني مع زملائه، يبتدوا يتكلموا معاه، الناحيه النفسيه بتاعت الطفل بتتغير خالص. فيفضل التدخل الجراحي في السكول ايج اللي هو مجرد 6 سنين 7 سنين، ده السن المناسب لاصلاح الاذن الخفاشيه. لكن الاذن الخفاشيه مش بتصلحها ابدا في السن الصغير، عكس ما يسمى بالاذن المدفونه. الاذن المدفونه لابد بالظبط بيبقى في خلل في العضله، دايما في داخل الاذن في عضلتين ذاتيتين، في العضلة الذاتية المستعرضة والعضلة الذاتية المائلة. العضلة الذاتية المائلة بتكون في تشوه في الجزء العلوي فبتلاقي هذا الجزء مخفي، والعضلة الذاتية المستعرضة في تشوه في الجزء الأوسط. أيا يكون نوع التشوه سواء كان مستعرضة أو كانت المائلة، فبيكون في تشوه في الأذن بنسميه الأذن المدفونة. إصلاح الأذن المدفونة بيكون بمجرد ولادة الطفل بتركيب جهاز بسيط من غير جراحة تجميل أو حاجة. إذا في أول 6 شهور إذا ركب هذا الجهاز بيكون في اصلاح بنسبه 91%، يعني 91% من الحالات مش محتاجين اتدخل تجميل. اذا سبتهم لغايه سنتين محتاج اعمل تجميل وتدخل جراحي في 50% من الحالات. يبقى في فرق مثلا بين الاذن الخفاشيه اللي انا بشتغل فيها عند سن 6 سنين 7 سنين 10 سنين، وفي فرق بين الاذن المدفونه اللي انا بشتغل فيها عند سن مجرد ولاده طفل. في تشوه خلقي ثاني في الاذن، طالما سيادتك بتتكلم عن الاذن، اللي هو وجود ناسور امام فتحه الاذن. هذا الناسور عند فتح الاذن برغم انه تشوه خلقي ووراثي لكن بيظهر عند سن 18 19 سنه. يجي للشخص يبتدي في فتحه قدام الودن تبتدي تنزل سائل معين ممكن في ناحيه وناحيتين. وده بنقول له ده ناسور وراثي، بيستعجل يقول لك ده لما ظهرليش غير من سنه او سنتين. ده بيكون وراثي وبيتم اصلاحه، وبتبقى من العمليات الصعبه جدا لان هذا الناسور بيكون متصل بسقف الحلق من الداخل. انا دكتور منير مليم، احنا بنشكر حضرتك على اللقاء وان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى مع حضرتك. اشكرك جدا.